أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، معنا موسى الجميل من نماذج تحدي الإعاقة. الإعاقة الحقيقية في عقول بعض الناس وليست الأجسام. صديقتنا الجميلة نموذج الجميل لكل متحدي الإعاقة، بسبب حادث تعرضت لي فقدت ساقيها الاتنين، لكنها بقوة إرادتها وعزمتها نجحت في التغلب على الإعاقة. ابتسامة جميلة مليانة أمل وعزيمة وإصرار، صديقتنا بكل نشاط وحيوية تبدأ إن هي تطلع على السلالم وتتنقل باستخدام إيديها. ابتسامة جميلة مليانة عزيمة وإصرار، الأطراف الصناعية ساعدتها كتير في تخطي هذه الإعاقة، وبقوة إرادتها وعزيمتها نجحت في تخطيها. أتمنى إن أنتم متنسوش تدعمونا بالإعجاب والإشتراك. أتمنى لكم حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وسرور.